في هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الإيمان بالله تعالى شعور يختلج في الصدر ونور يملأ القلب فتضيء منه جوانب النفس ويبعث في القلب الثقة والأنس بالله تعالى وحده والطمأنينة بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الإيمان يجعلك تتجه إلى الله تعالى بكل أعمالك وبكل أفعالك، مراقباً لله تعالى في كل تصرفاتك وتحركاتك وسكناتك. وإذا تمكن الإيمان من قلبك دفع عنك الرياء بإياك نعبد، ودفع عنك الكبرياء بإياك نستعين. فإذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر بإياك نستعين، عوفي من كل أمراضه وأسقامه، ورفل في ثوب العافية، وتمت عليه النعمة. ومن آثار الإيمان حفظ الجوارح وتذليلها لطاعة الله تعالى وانقيادها لأوامر الله، وحفظ القلب من الشهوات والشبهات. قيل لسفيان بن عيينة: ما تقول في قول الحق تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ فقال رضي الله عنه: خذ العفو صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. وفي قوله تعالى: وأمر بالعرف صلة الأرحام، وتقوى الله تعالى في كل حال، والاستعداد لدار القرار. وفي قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، الحض على التخلق بالحلم، والإعراض عن أهل الظلم، والترفع عن منازعة السفهاء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نبدأ نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بخير بداية القرآن الكريم، بدءا من الآية التاسعة من سورة القمر، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا
كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر
الذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر
نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 9 وحتى ختام سورة القمر. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء.